لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى راية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبتدي مجموعة دروس جديدة تتحدث عن الدوال في برنامج الأكسس، وهنعمل قائمة بهذه الدوال على قناتنا في اليوتيوب، بحيث أن قائمة التشغيل دي تكون مخصصة فقط للدوال في الأكسس. وهنسمي المجموعة دي أو السلسلة دي هنسميها دالة في أكسس. إن شاء الله النهاردة معانا أول مجموعة من الدوال تتحدث عن الوقت والتاريخ، دوال الوقت والتاريخ. هنمشي ازاي في الدروس دي؟ هنمشي على اساس ان احنا هنقول اسم الدالة تنتمي الى مجموعة كذا، يعني على سبيل المثال دالة سين تنتمي الى دوال الوقت والتاريخ. بعد كده هنقول وظيفة الدالة او فايدتها، الدالة دي بتعمل ايه، وهنقول الشكل بتاع الدالة ازاي، هنوريكم الشكل بتاع الدالة شكله ازاي، وهنفصل الشكل ده او المقاطع بتاعت الدالة هنفصلها جزء جزء بإذن الله. وبعد كده هنشرح مثال عملي علشان تشوف وظيفة او فايدة الدالة عملي. النهاردة بإذن الله مع دوال الوقت والتاريخ بنبتدي بأول دالة اسمها سي ديت. تعال نشوفها مع بعض. هنا عندي جدول اسمه ديت اند تايم، بنش استعلام، كويري ديزاين، ديت، وبحط الجدول اللي هو ديت اند تايم، بضيف الحقل اللي هو اسمه ماي ديت، بعد كده في الحقل اللي بجواره بستخدم البيلدر، او ممكن كليك يمين واقول بيلد. بس قبل ان انا استخدم البيلد يفضل ان انا احفظ الجدول، هسميه كويري 1. بعد كده استخدم البيلد، عملت حفظت الجدول الاول عشان يظهر لي اسم الحقل اللي انا ضفته. الداله سي ديت ممكن اجيبها بالشكل ده، او ممكن اروح على الفانكشنز وبيلت ان فانكشن، كلمه دوال للوقت والتاريخ ده اسم الملف الاكسس اللي انا عامله، دوال للوقت والتاريخ. البيلت ان فانكشنز هروح على الديت اند تايم، هلاقيها اول داله اسمها سي ديت. هنا ده شكل الدالة بتاعتي سي ديت، والاكسبريشن او التعبير بين قوسين، وهنا بيديني وصف باللغة الانجليزية عن الدالة. بضغط دبل كليك على الدالة علشان تظهر لي بهذا الشكل. بدل الاكسبريشن هنا هنحط التعبير المناسب. طيب الاول الدالة دي بتعمل ايه او ايه فايدتها؟ الدالة دي بترجع لي بقيمة خاصة بالتاريخ إلى قيمة رقمية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو كان عندي تاريخ مكتوب 10 يناير 2015، لاحظ كلمة يناير، بالدالة دي هيرجع لي 10/1/2015. طيب هنا أحط بقى، أحط مين في المربع ده؟ أحط الحقل اللي هو إن أنا هجيب منه أو هحوله إلى رقم بهذا الشكل، واقول له اوكي. لو عملت رن، طبعا انا لسه ما دخلتش بيانات، طيب هنحفظ الاستعلام وهندخل بيانات. نروح على الديت اند تايم في وضع التصميم الاول، واتاكد انه نوع البيانات ديت اند تايم ده اولا، واغير الفورمات الخاص بالحقل الى لونج ديت او ميديوم ديت، بحيث انه لازم يكون عندي كلمه يونيو مثلا موجودة في التاريخ أو أي شهر آخر، مثلا 19 يونيو 2007 بهذا الشكل. بعد كده أروح على وضع الداتا شيت فيو وأحفظ، وأدخل هنا تاريخ وليكن توداي النهاردة، أصبح لي 2 يناير 2015، صح؟ أقفل الجدول بتاعي وأروح على الاستعلام أشغله، شوف إيه اللي حصل.
اللي حصل ان التاريخ كان 2 يناير 2015، رجع لي 2/1/2015، وده كان عمل ووظيفة الدالة سي ديت. وبكده يكون خلصنا الدالة الاولى من دوال الوقت والتاريخ. تعال نشوف كمان دالة تانية من دوال الوقت والتاريخ. الدالة التانية من دوال الوقت والتاريخ اسمها الدالة ديت، فايدتها بترجع لي بتاريخ النهاردة على حسب الساعة اللي عندي في الكمبيوتر. تعال نشوفها مع بعض. الاستعلام بتاعي واستخدم البيلدر، لو كتبت ديت بتظهر لي هنا مباشرة. تمام، ممكن اجيبها من الفانكشن برضو من الديت والتايم واختار ديت. السي في ديت هي نفسها دالة السي ديت، والاختلاف بينهما انه السي ديت بترجع لي بالوقت الحقيقي والسي في ديت بترجع لي بالوقت المتغير، ودي جزئية خاصة بالبرمجة في الفي بي اي. احنا عايزين الدالة ديت، ده شكلها ديت وقوسين بهذا الشكل، واضغط اوكي. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. رجعت لي بتاريخ النهاردة 2/1/2015. طيب لو انا غيرت التاريخ خليته 1 change date and time، وخليت التاريخ بتاعي النهاردة 1، وقفلت الاستعلام وحفظت وشغلت، هلاحظ ان التاريخ اصبح 1/1/2015. يبقى اذا الدالة ديت وظيفتها انها بترجع لي بالتاريخ الموجود عندي في الكمبيوتر بهذا الشكل، وصيغتها زي ما احنا شفنا الصيغة او الشكل بتاعتها ديت وقوسين بهذا الشكل. تمام، دي كانت الدالة ديت. في عندي كمان دالة اسمها الدالة تايم، دي بترجع لي بالوقت من الحاسب بتاعي. تعال نشوف شكلها. لو كتبت تايم بهذا الشكل واغلقت القوس، ممكن اجيبها برضو من الفانكشن زي الدالة ديت واضغط رن، بتجيب لي الساعة بتاعتي 3:22 مساء. تمام، دي الدالة تايم. بعد كده عندي الدالة ناو، دي فايدتها انها بتجيب لي الوقت والتاريخ معا. تعال نشغل، نوسع العمود شوية، ظهر التاريخ والوقت معا. كده احنا شفنا اولا الدالة سي ديت والدالة ديت والدالة تايم والدالة ناو. نحفظ، والان مع الدالة ديت اد. تعال نشوفها مع بعض. هنا هنعمل البيلدر ونستخدم الدالة ديت اد. طبعا زي ما احنا عارفين ممكن نكتبها زي كده لو احنا حافظينها، او نجيبها من الفانكشن والبيلت ان فانكشن والديت والتايم، هلاقي كلمة الديت اد. تمام، الديت اد تعالى الاول لو جبناها من الفانكشن عشان اوريك الشكل بتاعها العام، يعني عامة بيكون ازاي. بيكون زي كده الديت اد والانترفال والنمبر والديت. طيب ايه معنى الكلام ده؟ معنى الجزئية الانترفال اللي هي الفترة، هي وظيفة الديت اد دي بتضيف لي فترة معينة او قيمة معينة على تاريخ. يعني مثلا تاريخ 1/1/2015 انا عايز اضيف عليه 10 ايام، هيصبح ايه؟ هيصبح مثلا 11/1/2015 وهكذا. فالانترفال دي بتحدد هل انت عايز تضيف يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنة ولا فترة سنوية ربع سنة ولا ساعة ولا دقيقة ولا ثانية. فده نوع الفترة المضافة. النمبر رقم الفترة المضافة، انت عايز تضيف يوم، طب كم يوم؟ 1 يوم ولا 2 يوم ولا 10 ايام ولا كام؟ عايز تضيف فترة ربع سنوية مثلا، ربع سنوية. طب عايز تضيف كم ربع؟ ربع واحد ولا ربعين ولا 3/4 ولا 4/4؟ طب عايز تضيف اسبوع، كم اسبوع؟ اسبوع ولا 2؟ شهر ولا 2؟ سنة ولا 2؟ فهنا رقم الفترة المراد اضافته. التاريخ اللي هو يكون عبارة عن الحقل المراد الاضافة عليه، يعني ده هيكون جاهز عندي اللي هو ماي ديت. تعال نطبق الكلام ده. اولا عندي الانترفال دول ينقسموا الى اكتر من قسم. اولا تعالوا نضيف يوم. اليوم انا في الاكسس بيتم الرمز اليه
نعمل علامتين تنصيص ونكتب حرف الدي بهذا الشكل كده. انا هضيف يوم، طيب هضيف كم يوم؟ هضيف 10 ايام. طيب فين التاريخ بتاعك؟ التاريخ اللي هو ماي ديت، واشيل كلمة الاكسبريشن دي. ده كده دالة الديت اد، يعني اضافة عدد معين من الايام او الشهور او السنين الى تاريخ ما. واضغط اوكي واقول له رن. شوف هنا التاريخ بتاعي كام؟ 2 يناير، 2/1، ضفت له 10 ايام اصبح 12/1/2015. لا ده انا عايز اضيف مش ايام، ده انا عايز اضيف اسابيع. طيب تعالى نشوف الاسابيع. الاسابيع رمزها W. عايز اضيف كام اسبوع؟ عايز اضيف اسبوع واحد فقط، ولا خليها اسبوعين عشان يبقوا كام؟ 15 يوم. واقول له اوكي واقول له رن. هنا عفوا الاسابيع WW، مش W بس، WW لكن W بس ده هو يوم الاسبوع. عايز اضيف عشان كده هو ضاف لي، لما كتبت له 2 ضاف يومين اسبوع، فهمني؟ لكن لما اكتب له WW هيضيف لي اسبوعين. تعال نشوف رن اهو، التاريخ 2 وضفت اسبوعين ب 15 يوم يبقى كام؟ اسبوعين ب 14 يوم. 15 ازاي؟ اسبوعين ب 14 يوم، يبقى اذا 14 و2 16. تعالى كمان نشوف بدل ال WW كده، احنا خدنا الاسبوع ام يعني شهر، هضيف شهرين. بدل ما شهر واحد هيبقى لي شهر 3، بدل ما شهر واحد اصبح شهر 3. طيب بدل الشهور تعالى نضيف سنين. قبل السنين تعالى نضيف فتره سنويه. الفتره السنويه اسمها كيو، كوارتر، ربع سنوي. عايز اضيف كام ربع سنوي؟ عايز اضيف ربع واحد بس. ربع واحد بكم شهر؟ بثلاث شهور. يعني بدل ما شهر واحد هيبقى لي شهر 4. رن، فعلا اصبح شهر 4. طيب بدل، ممكن تضيف ربعين يبقوا 8 شهور. طيب بدل الشهور انا عايز اضيف، بدل الفتره الربع سنويه عايز اضيف سنين. احط 4Y، ده رمز السنين. واقول له اوكي، كده هضيف سنه بدل ما 2015 2016. بالفعل لا، ده انا عايز اضيف ساعات، عدد معين من الساعات. اقول له اتش، تمام. اقول له ايه اتش؟ هتضيف كام ساعه؟ هضيف 48 ساعه، يعني يومين. بدل ما 2 هتبقى 4. بالفعل اصبحت 4. عايز اضيف دقائق ام، تمام. هضيف مثلا علشان تكون واضحه معايا الدقائق، هضيف 1440 دقيقه، يعني يوم كامل. واقول له اوكي، اذا بدل ما تكون 2 هتبقى 3. في 2/1/2000. عفوا انا مغير رمز الام، لا مش ام، ده دي شهور. عفوا الدقيقة ان، لان الام ده رمز الشهور، يبقى اذا الدقيقة ان. رن، اصبحت 3، ضاف لي يوم. عايز اضيف ثواني، احط بدل الان اس. هتضيف لي ثواني طبعا، بس مش هتكون ملاحظ، مش هتلاحظها. لا هي بالفعل ظهرت، بس بدل ما كان في وقت معين اصبح لي بعد وقت معين. تمام كده احنا شفنا السنين والايام والشهور والاسابيع والدقائق والساعات والثواني، شفنا داله ديت اد ايه وظيفتها، شفنا داله الناو ايه وظيفتها، شفنا داله التايم ايه وظيفتها، وداله الديت ايه وظيفتها، والسي ديت ايه وظيفتها. ادي داله 2 3 4 5 دوال خدناهم في الحلقه دي بفضل الله. الى اللقاء في الحلقه القادمه باذن الله مع دوال جديده في الوقت والتاريخ. أسألكم الدعاء، قدمها لكم عبد العاطي حمدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.